ليه الادب يا زباله؟ بعلم الناس سفاله وقله الادب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج جديد هسميه مواهب لازم تفضل مدفونه. البرنامج ده باختصار هنجيب شخص حاسين ان هو موهبة مدفونة، وهنحاول على قد ما نقدر ان احنا ينطلعه للنور، يعني نزود عليه ترو، يعني سكة ودغري كده، لانه في مواهب مدفونة كتيرة في متصفح الالكتروني في الويب بتاعنا، بالذات ديب ويب المصري. فهنختار كل حلقة شخص نتفرج على الكونتنت اللي بيقدمه ونقيمه من 6. هتقول لي ليه من 6؟ انا حر، الفيديو بتاعي ان شاء الله اعمله من 2، انا حر، هنقيمه من 6. هيبقى على التمثيل، الاداء، لون البشرة، لا دي عشان الرسالة اللي بيقدمها، الحبكة، الاعراب. فكرتش الصراحه في الست، بس اهم حاجه اي شخص هنتكلم عليه في اي حلقه ده لمجرد الهزار، تمام؟ فده ما يستدعيش انه اي شباب من الشباب الروش انه يخش على اكونت الشخص ده ويقول له كلام مش لطيف. فيا ريت ما حدش يعمل كده، لان احنا بنحاول نروج العكس كده. يمكن هزار يتقيل شويه، بس مش عايزين يعني نخش نشتم حد ملوش ذنب. يعني هو بيحاول انه يقدم كونتنت بطريقه تفكيره وطريقه تعليمه وبيعمل حاجه اللي هو بيحبها وما بيحبهاش او مضطر ليها، ما نخشش نتضايق على حد. وحاجه كمان، يا ريت كمان ادمين محترمين نعمل لايك وشير وسبسكرايب، لانه لو وصلنا 15,000 لايك الفيديو ده هعمل فيديوهين يوم الثلاث ويوم الخميس. اول شخصية معانا النهاردة مواهب لازم تفضل مدفونة، الحلقة الاولى معانا بطة ضياء بتعمل سكتشات. هنتفرج مع بعض الاول مرة على هذه السكتشات ونقيمها من 1 إلى 6 زي ما اتفقنا. ايه جاي تتقدم لي مثلا؟ ايوه انا بحبك من زمان على ده، كان على عمرنا وبقتنا ايه، وعايزه اتجوزك. انت كانت بتشرب ستينج وتفت ميه، فتقريبا مركبه فلتر. انا مش محتاج ورقه وقلم، انا هحط كل الكلام ده في دماغي كتمثيل واخراج وكتابه وشعر. النقطه الخامسه الشعر، اي هايلايتس هتنقص نقطه. اوعى تتحرك، دي بتوجع. لو ما اتحركتش مش هتوجعك. لو ما كنتيش هربتي ما كانش ده حصل. لو ما كنتش رعبتني ما كنتش هربت. وانت بتمسحي له ب10 جنيه والجديده، تكرهتوني في طفولتي بجد والله. انت ما بتتدفتش ترد على موبايلك ليه؟ اللي اتفضل افهم من كده ايه؟ افهم اللي تفهميه. واللي في بطني عبده قلت لك مليون مره روح سقاط. العمليه كلها بتكلف 3.5 وانا جدعانة مني هدفعهم. الجنيه اتعوم يا عبده، انت ناسي. حسبي الله ونعم الوكيل. طب انا مش عايز انجرف عن الموضوع عشان عبده موتب شدد انتباهي جدا. ايه متضايق اصلا انه مات ولا ايه؟ انا عايز اعرف يعني هما كانوا قاعدين فعلا في الازهر بارك دي، يعني هما بجد اتجمعوا قالوا احنا هننزل ناكل حاجه ولا نروح حديقه الفسطاط، وقعدوا على الارض وفرشوا بيكنيك. قال لك ما تيجي نعمل فكره فيديو حبيبي ولا اخويا ونحط حبه ساوند افكتس وموت حبيبي. البرين ستورمنج بتاعت الحاجات دي ازاي؟ انا نفسي اقعد القعدات وهما بيفكروا ازاي في الكونتنت ده. خلاص ابعد عني. هو انت اخويا؟ هو انت ابعد عني، انا مش عايزاك. ايوه انا بحب الحاجات دي. وانت حسب الله نعم الوكيل فيك يا شيخ. خلصت الفيلم الاجنبي اللي انت عاملاه دوت؟ وانت بقى اختك وتعالى عند المعلم. انا اسف مش عارف احميك. مش هقول لك غير كلمه واحده، حسب الله ونعم الوكيل فيك. ايه يا بطه، انت ما عندكيش غير الدعاء ده ولا ايه؟ وبعدين ده اخوكي، يعني مش ده اللي قتلت حبيبك عشانه؟ بس بقول لك ايه يا بطه، اللينسز تحفه دي من عند الست اللي هي بتبيع حاجات اوريجينال. كملوا. معلم مجدي ده مش هضرب اختي يا معلم، وقلعها الطرحه كده على جنب كده. ما تخافيش حقك، اجيبه لك تالت ومتلت. انت مين يا اسطى اصلا؟ معلم ايه بقى انت؟ معلم ايه؟ انتوا كده هيتخصم منكم درجه بتاعت الكاستنج، لانه ده مش منظر معلم. خليك مع اختك وما تمشيش. هتعمل ايه يا مجنون؟ طب ما الطرحه في ايد اخوها يا اسطى؟ ما الطرحه في ايد اخوها، ما تاخد الطرحه يا اسطى. اخوها كامل مالكش لازمه خالص؟ عين. الطرحة يابا. يابا تعالى اشرب حاجة. ولا انت داخل عليا وايدك فاضية ليه يابا؟ ايه ده بس عليا يا معلم، وانا هقول لك على كل حاجة. تبعت اللي في بطنك كده عشان ما تدكش بمشت الرجلة فوقك. في بطني؟ فشة وكبدة وسجق وبمبارة معلمة. لا 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 لا، الكتابة تحفة، ياخدوا ربع درجة، ربع درجة على الكتابة، والتمثيل برضه تحفة، الأداء الكوميدي تحفة برضه. كده عايز تاخد جوزين على وشك يفوقوك يابا. جوزين ايه يا معلم؟ إيه لا؟ الواد عبده حتى جايب اخته وجايب سند ظهره. ماشي يا معلم.
مين فيكم حصان مافيا؟ أؤمر يا أخويا، قدامك أهو بشحمه وبلحم. لا الجزء التاني فين؟ لا انا بحب الحاجات دي جدا على فكره، بحب الحاجات الملحوسه اللي زي دي، بس لا في تقدم، انا ابتديت اتبسط. بس فين الجزء التاني بجد؟ لو مش موجود هتنرفز. انا بتضايق من الناس اللي بتقسم اي حاجه على جزئين، يعني بجد حاجه مقرفه تيجي قبل الحته المهمه يوم يقول لك ايه استنوني بارتو. بس فين الجزء التاني بجد؟ بجد هتضايق قوي. مسح ليه يا جدعان؟ نشوف ده عامل لي فيه احمد عز، يعني عامل فيها بحب. ستوب، ايه الكذب ده؟ ايه الكذب ده؟ كاستنج صفر، ده احمد عيد مش احمد عز، كاستنج اخد صفر. صحيح قلتها بدري شويه، انا كل شويه هزود نقطه. الستايلنج في الفيديو ده برضه اخد صفر. هتشدد الفانيله الحمراء لغايه تحت كده ليه؟ ما ممكن كتافك تسقط. صحيح حقيقيه. فانيله حمراء بولو، انا عايز اسمع بحبك الاولانيه كده عشان انا حاضر عامل فيها بحب. انا ستريت بس ممكن عشان خاطرك يعني استاذ احمد عيد. انت كاستنج برضو ستايلست، كل ده هيتحط في الحسبان. انتوا هتتقيموا تقييم شرس شرس. ايه ده؟ الله، شجرة العجائب. ومورين محتاجة ايه؟ هو ده شجرة العجائب فعلا؟ اسمع المسمى فعلا. حد كتب شجرة الاحجاب، شجرة العجائب، شجرة الخرايب. سعيدة ابدل ده بتليفون صحيح موجود شغال تليفون بكفر. طب عايز ابدل الساعه دي بحاجه احدث. احدث حاجه دي ايه؟ ايه انا الصبح حرامي. عايز اخد الدهب ده، هتبقى الماس. ما عندكش عيش فين والنبي؟ شوف لنا عيش فين والنبي. خاتم الماس. شكرا. والله العظيم خدت منها بجد البشره. كل ده هيتحط في النقط، تحكيم شرس في الاخر. خدت حاجات. شوف لنا عندك اتنين بدل اللي راحوا دول والنبي. شكرة الزرايط. ما تيجي نتصور صوره. يلا. طب ايه ده ايه ده ايه ده؟ سيبتي ده فيديو يا سيبتي ده فيديو. لا انا اتصوري صوره يا دي النيله. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ اللي كانوا بيتصوروا شافوني في الفيديو. ما يشوفوك يا اسطى، انت تامر حسني ولا ايه يعني؟ عليك طار. انا لازم اروح لهم وامسح الصوره دي. ليه بقى؟ الفيديو ده جامد قوي. لا لا لو سمحت ممكن دقيقة موبايل بعد اذنكم؟ تمام اتفضل. مش عارف. شكرا. ايه ده ما فيهوش رصيد؟ ازاي ده في رصيد؟ معرفش والله ما فيهوش. في رصيد، هي خدت موبايل من شجرة العجائب من شوية، كله بقى فليكسات، عاملاها اشتراك السنة يعني. خلاص انا متشكر متشكر. على فكرة الواد ده ما كانش عايز دقيقة، هو خد التليفون ومسح حاجة وريه المحذوفات كده. بص الفيديو ده هو بيسرق. احنا نرجع الفيديو والمحذوفات. بيسرق دي الحكومة. يلا يلا. ايه بس؟ يلا ايه بس؟ وقف لي كده. بيسرق ايه بس؟ هنشوف الفيديو تاني. يلا. طب ايه ده ايه ده ايه ده؟ سيبتي ده فيديو. يا نهار ابيض، البلوت تويست ده قوي جدا جدا. كريستوفر نولان يبكي في الزاويه الايه؟ في الزاويه الحمراء، عشان هم بيصوروا فيها في الزاويه. كل ده هيتحط في الحسبان على فكره. ده في مصلحتكم انتوا كده، هتزيدوا مش اقل من درجه ونص. يا سيبتي ده فيديو يا ولد. لا والله البلوت تويست ما لاحظتوش بجد. ممتاز ممتاز، كتابه ممتازه، تمثيل، حتى المونتاج 4K 60 فريم بير سكند. ليه يا اخي بتصوري بريد ماجيك؟ ممكن تخشوا مهرجان الجونه بالفيلم الفشيخ ده. نعم. شفتها امبارح. يا مني منا يا دكتور. منا؟ لا بطه كده، حالتك بتسوء قوي. انا لازم اكلم باباك. الو يا جدعان، هو موضوع الرن مش شغال معاكو؟ يعني افلام مسلسلات حاجات ديب ويب تلاقي يقول لك ايه انا هكلم هتصل بيه حالا. الو، ده تمثيل برضه هتحط في الحسبان، وهتتحكموا تحكيم الشرس برضه على فكره. يا حاله بطه بتسوء جدا يا دكتور، قلت لك 100 مره بطه ماتت مع صاحبتها في حادثه من سنه. ايه؟ امال مين اللي وراك دي يا اسطى؟ لا بقى لا كده، انا اساسي عظمه البتاع ده بتقف على اي ام دي في. كل شويه هتقوم ظارفني بلوت تويست، هفرقع منك. مش معقول بجد. طلعت انت اللي عندك اسهال. لا لا، كل ده هيتحط في الحسبان، وهتتحكمه برضو تحكيم شرس. كل دي حاجات بتتأيد عندي مع الاسيستنت بتاعتي. لا 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 لا، في شغل في. لا الكتابه ابتدت تزيد شويه. تعال نشوف حاجه اقوى من كده. يا دي النيله، هو في ايه؟
لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ده اخوه ازاي؟ انا عاوزك تقنعني ازاي. لازم برضه عشان هم ادونا بلوت تويست فرفعوني في الرانكينج بتاع الاي ام دي بي، فانا لازم هامبل ماي سيلف. كل ده هيتحط برضه في الحسبان وهتتضربوا في التحكيم الفاجر في الاخر. العربيه دي بتاعت مين يا جماعه؟ بتاعت انا افندم. خير، تمثيل حلو. طب بالراحه. طيب هو انت داخله خناقه؟ لا مش داخله خناقه ولا حاجه، بس اسال حضرتك خير عايز ايه؟ ثانيه واحده بس يا بنتي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. انتوا ام بي سي ولا ايه؟ مع خالد فيك كاتب الصحفي. عامه العربيه دي كلها اوراقها سليمه، ممكن تطلع عليها بنفسك. خالد فيك وكاتب صحفي؟ وبعدين انت ليه بتقول له المعلومات دي؟ هو ده السايس بالظبط كده، كلها اوراقها سليمه وتقدر تطلع عليها بنفسك عشان الشبشر اللي انت عاملها بقى وكده. طب انت ليه مالك متعصبه كده ليه؟ بنت حضرتك؟ ايوه بنتي. هو في حد مزعلها في حاجه؟ بطني قلبت بجد، مش من القرف، من عظمه التمثيل. كل ده هيتحط في الحسبان وهتتحرقوا في مهرجان التحكيم في الاخر. بجد انا لازم اشوف الفيديو ده عشان عيني ما دمعتش لسه. بنت حضرتك؟ ايوه بنتي. ازاي بقى دي بس الحته بس اللي فلتت منكم في الكتابه، يعني انتوا في الستوري بوردنج سلاش رايتنج سلاش كونتنت كريشنز، الحته دي فلتت في الكتابه. عامه في انا شايف احنا بنصعد. هو قال لي البنت تمشي معايا، لقيتها بلحظه واقفه ورايا، طلعت موسها وفتحت اللي بيخبط وقت دخلت. ما شفت الفيديو ده عندهم قلت لازم اخش على التيك توك اعمله. ادينا نزلنا مصر اهو يا واد يا طاطا، نعمله ايه؟ اقول لك انا هنعمله ايه؟ ايه ده؟ فلاحه وفلاح؟ الحقيقه على الفنان. احنا هناك في اسكندريه كنا بنفتش حريم، جينا في مصر بتفتش. عندك يا زميلي بتعمل ايه؟ المصلحه دي طياري تحت. طب حيا الفلاح بقى يا عبده. وايه حوار حيا الفلاح ده يا جدعان؟ مستنيين ايه؟ هنروح نجيب حاجه ونيجي. نروح اسكندراني، السكريبت مكتوب تحفه. مش هتاخر عليك. انا حاسس من الهوا وداني سقعت. طب ما تحطه انا صح انا ما اقصد. مش لاقي تبكي علي، نفسيه مش مرضيه بصحبه غدرت بيا. انا ليه حاسس انها فيلم ساعه ونص بتاع استاذ احمد عبد الله؟ لا لا بطه، كل ده هيتحط في الحسبان ورفعت المناخير والحاجب دي عليها بونص بوينتس اكسترا بوينتس. كله هيتعمل حسابه في مهرجان القاهره الدولي. ايوه مجال عشان سالك 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 وانت ما بتشغلها مش نايم. ايوه مجال عشان سالك 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 وانت ما بتشغلها مش نايم. انا مش هتعمل كده. عامل ايه؟ قدم ده التمثيل بتاعه حلو. لسه نازل الاغنيه بتاعت مجاري عشان سالك اليومين. طب بقول لك ايه يا اخويا؟ تبعت وشه ليه؟ يعني ده اخوك المفروض اللي يحب امه اللي يحب ابوك ابو الصحاب. كل دي نقط هتنقص عليها. شوف شو احنا كنا قدامنا دلوقتي. بقول لك يا جميل، دور على حاجه ولا ايه؟ اصلا انا تايهه، ممكن تساعدني؟ اوبا دي بطه. لا بقى جو الجزء الاول والجزء الثاني ده بيعصبني. ما بقعد ادور يا جدعان على حاجه مش بلاقيها. الله جدعان ما تشوقوش وما تدوقوش يا جدعان بقى. فتحت اللي بيخبط وحتى دخلت. الحاجات دي ما بتجيلي على التيك توك بقعد اجيب من الجزء الاول للجزء ال 15 وتفتكروا لوشا عم الثبات والمبدا كنت عامل معاه ايه؟ كنت عامل معاه الصح عشان هو اخويا وقاسم سندال. يوم ما فكرت انزل عليه حاجه عملوا لي كوبي رايت سترايك عشان هو وراه تيم، يعني لوشا وراه تيم ومانجمنت ومدير اعمال وانا ورايا بابليتوز كباريت. انا اكتر حاجه بحبها هي السكتشات الملحوسه دي، بس بجد مش لاقي الجزء الثاني. الله ده الفيديو بقى، ده فيديو برساله قويه جدا وبرضه هيتعمل هيتحط في الحسبان برضه. كل حاجه هتتحط في الحسبان. الارض دي ارضنا، انتوا عايزين مننا ايه؟ مش هنسيبها حتى لو على موتنا. هتقونا بقى، شردتوا اطفالنا وبهدلتوا نسائنا، الارض دي بتاعتنا ومش هنسيبها. بالنسبه للهجه برضه احنا كل ده احنا بنبص على الرساله، مش مهم هنعمل حساب اي كتابه واي حاجه تانية في الحسبان. اتعتقدون انكم خالدون في هذه الارض؟ هذه الارض ملكنا. الموت لكم ايها العرب، الموت لكم ايها العرب. لا تذكرون العرب، لا
لانهم اشرف من امثالكم. ابو العربي بقول لك يا ابو العربي رحت كده اليونان كاتش يمين كاتش شمال. العرب ما يبيعوا فينا ولكم من 100 مليون مصري. استغفر الله العظيم يا رب. هو اللي بقى يحصل ده؟ يا رب ارحمهم برحمتك، انت اللي عالم بيهم يا رب. ايه يا عم عزه مش باين ليه يعني؟ والنبي احمد الله يبارك لك سيبني في حالي انا مش طايق نفسي. ايه ده يا عم مالك في ايه؟ هو اللي مالي في ايه؟ انت مش شايف اللي بيحصل على السوشيال ميديا ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ اخواتنا متبهدلين، ده حتى المستشفيات مش سايبينهم في حالهم. العيال الصغيره يا احمد ما بقتش قادر اشوفهم بالمنظر دوت، ما بقتش عارف اعمل ايه ولا ايه. وبعدين يا عز مش عارف يا اسطى، لازم نتحرك، ما ينفعش نسكت على الكلام ده. طب والله العظيم ثلاثه دول ارجل من ناس كتير، ارجل من ناس كتير ما اتكلمتش وعملت نفسها مش شايف. واولهم الفلاح النجريجي ها ابو قرنين اللي راح المستشفى يحتفل مع العيال، قال يعني قضيه انسانيه، عيال عن عيال تفرق. كمل يا ابو الصحابه انا معاك، وكل ده هيتحط بردك في الحسبان في مهرجان التحكيم السينمائي. يلا بينا وكلت عليك يا رب. هتروح فين بقى؟ عملت على الحاجة؟ كله تمام شلتها كويس؟ ايوة يا عم يلا بينا بس توكلنا عليك يا رب. انا بس عايز اجس، ممكن اجس؟ أوه! الحاجات دي بتفزتني جدا. بس هيكونوا جابوا ايه من السوبر ماركت يساعدوا بيه الناس هناك؟ كنت هخمن اقول مولتو، بس هل هم تافهين للدرجه دي؟ هل هيبوظوا الايماجينيشنز بتاعتي الاكسبكتيشنز؟ لسه واقفين من ساعتها؟ هو اللي انتوا بتعملوه ده؟ مش قلت لك لو العرب كلهم اتجمعوا ايد واحده محدش هيقدر علينا. او 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 قال لك لو العرب اتجمعوا او عندهم مولالو. قلت لك ويلكم من 100 مليون مصري. طبعا طول ما احنا في ظهركم محدش هنشوف على وجه الارض. هات يا ابن الشنطه خدها. ايه صلى على رسول الله عليه الصلاه. خد انت الفشار وانت المولت. لا كده بنهزر بقى، لا كده بنهزر. انت رفعت الاكسبكتيشنز بتاعتي، انا قلت بقى انتوا ايه اتعلمتوا من البلوت تويست هنا على هنا؟ هتفاجئني مولت وفشار ايه اللي راح تبعته. بس بصوا قسموا مع بعض، انت شويه وانت شويه. لا هنستظرف يعني، خلصنا عصبتوني هنستظرف. تمام لو عايزين تبلغوا اهو حاجه مصريه 100%. تمام عارف، ولو عصتوا حاجه تانية رنوا علينا. خلي بالكم من نفسكم. ها يلا احمد يلا ابعت رقمك. طيب كل ده هيتحط في الحسبان في مرحلة التحكيم النهائية، تمام؟ وأنا حاسس إن إحنا بقى نوصل مرحلة التحكيم عشان الفيديو ده نرفزني وعصبني، أوكي؟ ودلوقتي وصلنا لمرحلة التحكيم النهائية التي اللي جمعت فيها كل الحاجات اللي كانت في الحسبان، الكاتيجوريز اللي هنحكم بيها هذه الموهبة، وعلى أساسها هنعرف هل الموهبة دي تستحق الدف أم تستحق الصعود إلى النور. أول كاتيجوري التمثيل، وأنا أديهم تمثيل يعني الصراحة هي أستاذة بطة كانت شايلة التيم كله، رفعت الحاجب ممتازة جدا، فأنا أديها 1 من 1 في التمثيل. انا شايف انها درجه فير جدا. الاخراج كتصوير ولوكيشن وستايلينج والكلام ده كله، انا شايف انه الاخراج لذيذ جدا، بيختاروا لوكيشنز جميله، فهديهم نص في الاخراج، ودي درجه ما خدهاش استاذ كريستوفر نولان، فهياخدوا 0.5 ودي درجه كويسه جدا. القصه سلاش الحبكه فهياخدوا 0.1 في الحبكه. الكاستنج في شويه شباب ملحوسه جميله جدا، بس عندهم مشكله في الايدج ديفرنس، يعني بيبقى واحد اب للبنت وهم اصلا الاثنين يعني رضعين على بعض، فهندي برده 0 في الكاستنج ودي درجه مش بطاله خالص. الكتابه هياخدوا 0 طبعا من غير ما استشير الساده الحكام اللي معايا. الدرجه الجدعانه بقى اللي في الاخر دي مني، دي اللي هي الحاجات اللي في الحسبان كلها هياخدوا 0 برضه. فعندك ادي 0 على 0 على 0 على 0، 1 تمثيل واخراج نص، خدوا درجه نهائيه 1.5 من 6، شايفها درجه روعه جدا للي بيقدموه. فانا بقول ان هذه الموهبه تستحق الدف، فانا بعت لهم 2 طن رمله صفراء على طن سن وهنصبهم في خرزانه مسلحه عشان ما يطلعوش للنور تاني. شكرا استاذه بطه، نورتونا في البرنامج بتاعنا. يا ريت تشاركوا معانا في الحلقه في الكومنتات، مين عايز تبقى ضيف في حلقه كده؟ انا نسيت اسم البرنامج. مواهب لازم تفضل مدفونه. متنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير وحركه الاكسبلور. اشوفكم في فيديو على حسب عدد اللايكات الفيديو ده، لو وصل 15,000 لايك عليا النعمه لاعمل فيديوهين، فيديو الثلاث وفيديو الخميس. انا خلاص بقى من غير خدعتكم.